بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design بنبدأ مع بعض شابتر جديد Stresses and Screw Joints أو الإجهادات في وصلات القلاوز. Main topics اللي هنتكلم عليها، أول حاجة Internal Stresses Due to Screwing Up Forces أو الإجهادات الداخلية الناشئة من عملية الربط، ثم Stresses Due to External Forces أو الإجهادات من الناتجة من القوى الخارجية. أول حاجة internal stresses due to screwing up forces. النوع الأولاني عندنا اللي هو tensile stress أو إجهاد الشد due to stretching of bolt. لو لاحظنا مثلا عندنا plate 1 ده اللوح الأول و plate 2 بنربطهم مع بعض بالمسمار بالشكل ده كده. هنا كل مزيد في عملية الربط بيحصل ضغط للصامولة على اللوح ده، وبالتالي بيحصل ضغط أيضا من الناحية الأخرى من رأس المسمار على اللوح. بيحصل عندي نتيجة لكده رد فعل من اللوح ده تجاه الأعلى، ورد فعل من اللوح ده تجاه الأسفل، تجاه واحد تجاه الهيد واحد تجاه النات. بالتالي هذه القوة تسبب شد في المسمار، قوة كده وقوة كده بالشكل ده معاكسة، فبالتالي بتعمل تنسايل ستريس. قيمة التنسايل ستريس احنا عارفين بنرمز له بالرمز سيجما تي، قيمته بتساوي الفورس على الاري. الفورس ديت بنسميها انيشيال فورس او انيشيال تنشن اللي هي البي اي، وهنقول دلوقتي ازاي بنقدر قيمة الستريس. يبقى سيجما تي بتساوي البي اي على الاري. الاري هنا اللي بتمثل الكروس سيكشنال اريا للمسمار، وبتساوي باي على 4 دي كور سكوير. دي كور اللي هو معناه القطر من القاع بتاع السنة الى القاع في الجهة المقابلة. البي اي ده بتقدر قيمته على حسب التطبيق. فور تايت فيت ابليكيشنز بنستخدم بي اي بالنيوتن تساوي 2840 ضرب قطر المسمار، حيث دي هنا اللي هو النومينال دايامتر بالمليمتر بالطبع. المعادلة دي معادلة practical، لأنه طبعا هنا القوة بتطلع بالنيوتن في حين أن اليونتس هنا بالمليمتر، فلما لاحظ معادلة زي دي كده أعرف أن هي معادلة practical. يبقى ده تقدير البي آي أو الانيشيال تنشن نتيجة التايت فيت. أما في النورمال فيت العادي القيمة دي بتوصل للنص اللي هي 1420 ضرب قطر المسمار. النوع اللي بعد كده من الستريس نتيجة الربط اللي هو torsional shear stress، بتسبب جاي منين؟ caused by the frictional resistance of the threads during tightening. طيب معنى الكلام ده ايه؟ لما يكون عندي اثناء عملية الربط هنا للمسمار، شايف بحأثر عليه بتورك، والتورك احنا قلنا قبل كده ان هو بيسبب torsional shear stress برمز له بالرمز تاو. التورك هنا ناتج من ايه؟ او التورك ده نتج عنه وبسبب الفريكشن ما بين الاسنان وبعضها يسبب عندي torsional shear stress اللي بديله الرمز تاو، وبتقدر قيمته بقيمة التورك ضرب نصف قطر المسمار على الجي، وباعتبار ان المسمار المقطع بتاعه مربع فالجي بتاعته هتبقى باي على 32 دي كور اس 4. بالتعويض طبعا عن الار بنص قطر المسمار يطلع عندي ان تاو بتساوي 16 في التورك على باي في الدي كور تكعيب. نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله.